ساكنات عين السبع كنعرفوا ان كاينين ناس ميسورين، كاينين الناس اللي عندهم وحتى اللي ما عندوش، راه ماشي بالضروره نعطي مليون ونعطي جوج ونعطي، راه غير فريش غير ايدك غير مساعده بسيطه ممكن انك تغير الحياه ديال هاد الناس. السلام عليكم. سلام اختي. شنو وقع اختي؟ اختي هاد الوليد مسكين ضايع ما كيشوف، ووقع هادشي اللي وقع قدر الله. حنا كنتمنوا من المحسنين الله يجازيهم بخير، الله يخلي لهم صحيحتهم، وقفوا مع هاد الناس مساكن، شوفوا لهم هاد الدويره يصلحوها لهم. مساكن راه مشردين على هاد الجيران، عند الجيران وباه مسكين عمى وجدو عمى وموت يعني مريضه والحاله ضعيفه وما عندهمش مساكن. وكنطلبوا من الله ومن المحسنين الله يجازيهم بخير، الله يعملها في ميزان حسناتهم. وقفوا مساكن مع هاد الناس راه ما عندهمش مساكن، وسولي هنا كلشي الناس كيعرفوهم. وبا مسكين عمى، الاب عمى الكبير والولد عمى والحاله ضعيفه، وانت كتشوفي عندهم هو اللي عندهم هاد الوليد مسكين وديك العوينه اللي كان الوليد مسكين وباه مسكين بغى يعتقوا، راه هو عمى مسكين ما شافش، قدر الله وشاء ما فعل. يعني الله راه هو اللي كي هادشي مقدر. يعني هاد يعني هاد الناس اي حاجه محتاجينها، اي حاجه مساكن. شوفي الدار كي دايره امس الحاجه لاي حاجه، يعني كلشي مشى، يعني ما كاينش كاين حسو مساكن غير عند الجيران، اليوم شدوهم الجيران غدا الجيران. ما يمكنش الانسان راه الله يحسن العوان، هاد البارتمات صغار وكل واحد راه مديه مع وليداته. حنا كنطلبوا من الله، الله يجازيهم بخير، المحسنين وقفوا مع هاد الناس، الله يرحم ليهم الوالدين راه مساكن ما عندهمش، وحنا كاع ضعفاء عند الله الحمد لله. والانسان يساهم باش ما قدر الله، ماشي كما قلتي اختي فاطمه الزهراء ماشي ثلاثه ولا اربعه، غير داك الشيء اللي قسم الله. حنا تبارك الله لكنا عين السبع كلها عطاو على واحد مبلغ بسيط الواحد، راه نقدروا نشريو ليهم بارطمان ماشي غير يا ربي يا ريت. والانسان والبرد هذا والانسان ما عنده فين يمشي، وحنا كلنا كل واحد دار داكشي اللي قد عليه، راه ممكن اننا صح. وكنتمنوا من الله، الله يفرج عليهم والله يصبرهم. وهذا الوليد اللي ضاع عليه مساكن راه الصبر، كنتمنوا من الله الصبر والحمد لله. وكنتمنوا ان المسؤولين ايضا في هذه المنطقه، الحمد لله عين السبع معروفه بانها عمالة من العملات اللي هي يعني ثرية، مقاطعة عين سبع تبارك الله فيها واحد الرئيس اللي تبارك الله الله يكمل عليه بالخير الحمد لله، عنده المستشارين البرلمانيين. هذا هو الدور ديالكم اليوم، هذا هو الدور ديالكم أنكم توقفوا مع عائلة أشرف. الحمد لله شفنا ريان، الطفل ريان اللي كمل سنة وربي راه عوض الام ديالو بطفل اخر، شنو داروا عليه المغاربه. بغينا اليوم حتى اشرف، عائله اشرف حتى هي نوقفوا معها ونقدموا لها يد المساعده. بينا كلنا اكيد ان هاد الناس على الاقل ما غاديش ننسيهم اشرف، ولكن غير شويه نخفوا عليهم هذاك الالم، حيت حنا بهذا التآزر وبهذا التلاحم اللي كنديروا مع بعضياتنا هو اللي كيخفف علينا. مره اخرى كنوجه نداء المحسنين والمسؤولين منطقه عين السبع، برلمانيين، المستشارين، رئيس الجماعه، اي واحد ممكن انه يساعد هاد الناس يساعدهم بداكشي اللي قدر عليه الله. واكيد اننا بايد وحده ممكن اننا نرجعوا هاد الدار مره اخرى قابله ان يقدروا انهم يسكنوا فيها. اليوم راهم مشردين.